انصرف يا الشيطان يا الشيطان، روح انصرف يا الشيطان، إذا ما رحت راح أذبحك. اوكي جود باي حبيبي، جود باي. ما شاء الله هاي القطو الأسود جميل جدا، اسمه لوكي. اليوم بسوي له عملية إن شاء الله جراحية، بإذن الله يا رب يقوم بالسلامة. لا تحاتي يا لوكي، أنت في يد أمينة. لوكي ذكرني بقصة بصراحة ما أقدر أنساها، من القصص اللي ما أقدر أنساها لأنها من القصص اللي خلتني أشك في إنسانية البعض. قبل سنوات جاتني حالة طوارئ، قطو أسود ما يتجاوز عمره 7 شهور، واللي جابت العيادة مرة كبيرة في السن، وكانت تصيح وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وكان القطو الأسود اسمه بلاكي في حالة يرثى لها، كانت ريحة فمه سيئة جدا وغير قادر على الوقوف، لعابه يسيل ويتنفس بصعوبة، وعنده إسهال حاد. أسعفته وتذكر يومها ظليت في العيادة سهران على حالته لين استقرت. تحاليل دمه جدا سيئة، دمه وايد نازل، كان يحاول يرفع راسه يبغي يعيش. قصة القطو الأسود بلاكي مثل ما قالتها لي المرة اللي جابت العيادة، تقول هذا القطو يا دكتور أعتقد قطو بيت، عايش في بيت من بيوت الفريج، وما كانت تدري إذا شارد أو تم التخلي عنه. عايش في الفريج، يدش البيوت ويطلع ويرجع براحته ويفتر في الفريج. القطو هذا يا دكتور محبوب الجيران، يحبونه إلا يارتنا العيوز، ما تحبه يا دكتور، ما تحبه كلش وتؤمن بالخرافات. من يدش بيتها على طول تصرخ من قمة راسها، أهل الفريج كلهم يسمعون صوتها ويشمون ريحة الشبة والسويدة، ريحة البخور، ودايما تصرخ وتقول انصرف يا الشيطان يا الشيطان، روح انصرف يا الشيطان، إذا ما رحت راح أذبحك. وللأسف اليوم شفته في حالة سيئة جدا. تخيل يا دكتور مقطوط القطو بلاكي يم سيارتي، على طول شلته إلا أسمع صوت يارتنا العيوز وهي تتكلم بصوت عالي وتقول خلاص خلصتكم من الشيطان، خلصتكم من هذا الشيطان. سممته، اي نعم سممته، ذبحته لكم، ذبحته لكم. كانت المرة تقول لولا هالحالة كان رحت وطقيت العيوز طق. ما تنلام، بس بعد شو اقول، عيوز. المهم القطو الأسود بلاكي ظل عندنا في العيادة فترة، كان يحاول يعيش. كان ودي أقول لكم إن القطو صار أحسن، لكن للأسف السم اللي استخدمت العيوز أثر في جسمه بالكامل لدرجة نخاع العظم تضرر وتوقف عن إنتاج الدم، واستسلم القطو الأسود بلاكي. مسكين استسلم اللي كان يقاتل وراح بسبب عجوز مخرفة ما خافت ربها، وذت روح بريئة بسبب معتقدات. مرت سنين وأنا ليه الحين أتذكر القصة، ما تروح عن بالي، وخاصة لأن تكون عندنا حالات طوارئ. والحين قولوا لي، هل بعضكم أو تعرفون أحد يؤمن بهالخرافات؟ إن القطط السود تعيش في داخلها الشياطين؟ Baby.